لكن هو كل حاجه في الكتاب من الفصول ال 13 مرتبطه بشيء احنا عايشينه في اللحظه دي. وخلي نقاشنا مفتوح هنبقى يعني دايما مرجعنا الكتاب لكن على ارض اللحظه اللي احنا عايشين فيها. انا بس عايز ابدا من اللحظه اللي احنا موجودين فيها لابد وانه نبيل فهمي الذي يعرف الولايات المتحده الامريكيه كويس قوي ويعرف صناعه القرار فيها وهو وزير خارجيه غير عمله الدبلوماسي على مدى السنين كان بيتعامل بشكل مباشر مع الصديق الروسي الاخر. وانت بتتابع اللحظه اللي احنا فيها على مستوى العالم، على مستوى الازمه في اوكرانيا والازمه في اوروبا. ايه انطباعك الاول عنها؟ ان احنا بنواجه الاعراض مش المشكله. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده ان بيعكس ان النظام الدولي المعاصر لا يزال قائم على نظريات الحرب العالميه الثانيه او ما بعدها صراع بين دول كبرى وكل واحد فيهم عنده حق انه يحدد مساحه حواليه تؤمن ولا يمسها احد ال... وال... واللي بادئ في القصه دي اصلا الامريكان بالمونرو محدش يجي في 1823 انه ما يجي في الامريكتين ويعمل لي اشتراكي ولا يحط سياحة ولا كلام من ده والترجمة اللي حصلت بعد كده المعروفة موضوع كوبا ووضع على أزمة الصواريخ ولا على هذا النهج في المقابل قال روسيا قبلها الاتحاد السوفيتي كانت شرق أوروبا إلى آخره حصل إن هي الاتحاد السوفيتي إن هي حزب وورسو إنما الفكرة إنه لأ في ساحة حولية غير مسموح المساس بها <applause> لازالت عقيدة موجودة عنده وعند الغرب ومن ثم لما لما الغرب خالف كل تعهداته تجاه الاتحاد السوفيتي ان مش هنقرب شرق مش هنضم دول حلف الناتو شرق <تصفيق> <تصفيق> بدا شويه بشويه بشويه وفي 2014 في زياره ليه في واشنطن في اسف في في موسكو مع الرئيس السيسي حينذاك وزير الدفاع السيسي قال الغرب اهني واهن بلدي وانا ساستعيد احترامهم ليا دون ان دون الدخول في حرب هي دي النقطه اللي انا كنت هوصلها دلوقتي حالا انا هرجع بقى للكتاب